اهلا وسهلا بيكم في ساندويتش وحاجه ساقعه. النهارده هنعمل ساندويتش او هنعمل صينيه توست بالصلصه. نطلع فاصل ونرجع نعمل ساندويتش. المكونات: شوربه طماطم معموله جاهزه او لو فاضله عندنا منها شويه، ثوم مفروم، زعتر، بقدونس، جبنه تشيدر شرايح، وجبنه موتزاريلا مبشوره، وزبده، وهنستعمل عيش توست ابيض. اول حاجه هنعملها نسخن شويه زبده. على النار هادية نجيب شوية زبدة تانيين، نحط عليهم شوية زعتر، شوية ملح رشة خفيفة، نقلبها مع الزبدة. ندهن بيها توست. بعد كده نحط شرايح الشادر. حوالي 3 شرايح. نقفل الساندوتش نحطه في الزبدة. ندهن الشريحة اللي فوق. وبعد كده نجيب الصينية ندهنها بشوية زبدة برضو. شوية ثوم. وشوية من شوربة الطماطم. بعد كده نحطه في الصينية. وعليه شوية شوربة طماطم كمان. جبنة موتزاريلا. وبعد كده ندخله الفرن لحد ما الجبنة تسيح. بعد كده نطلعه ونقدمه. الجبنه ساحت وخد لون. الله، بس كده
كده تمام كده الساندوتش بتاعنا جاهز، ساندوتش صينيه توست بالصلصه، ساندوتش وحاجه ساقعه بالهنا والشفا. النهارده هنعمل عصير تفاح بالبنجر. المكونات تفاح بنجر طبعا مسلوق ومتقطع، جزر وليمون وسكر، وهنستعمل طبعا شويه ميه للتخفيف. نحط البنجر الاول، تفاح، ليمون، جزر، السكر، نخفف بميه بعد كده. نخلط، كده العصير بتاعنا جاهز، عصير تفاح بالبنجر، ساندوتش وحاجة ساقعة بالهنا والشفا.